سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف اليوم في هذا المكان المقدس لكي نترحم على الشهداء الذين استماتوا في الدفاع على هذه المدينة. نقف اليوم على ذكرى 4 ديسمبر 1852، المحطة التاريخية التي تجسد فيها الشيطان الفرنسي بأبشع الصور. أين انتهك حقوق الإنسان واستخدم السلاح الكيماوي وقتل قرابة 3000 من سكان مدينة الأغواط، وقام بحرق النساء والأطفال والشيوخ، وانتهك حقوق الإنسان واستخدم ولأول مرة في تاريخ الحروب السلاح الكيماوي. ويأتي اليوم البرلمان الأوروبي يريد أن يعطينا دروسا في حقوق الإنسان، وقد نسي أن جدوده وأجداده قد انتهكوها منذ زمن قديم. إن مجرم اليوم هو مجرم البارحة، وعدو اليوم هو عدو البارحة، وثوري البارحة هو ثوري اليوم. وبالنسبة للاعتذار، إن الدية عند الكرام الاعتذار وليست فرنسا بالكريمة، فنحن لا نقبل اعتذارها ولا ننتظر من المجرم أن يعترف بجرمه. الآن يجب أن نتوجه إلى دفع التعويضات. على فرنسا أن تدفع الثمن، وأي ثمن ستدفعه لن يقابل شيئا بالنسبة لجرائمها التي ارتكبت في الجزائر. رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناتهم، ويا سعدهم، أولئك الذين قال فيهم الرحمن: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.